أهلا بيكم مشاهدينا. شهور قليلة بس بتفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، وطبعا كل الطلاب وأولياء الأمور بيهتموا دايما بمتابعة كل ما هو جديد وكل التفاصيل الخاصة بالثانوية العامة. والنهاردة أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة، هنعرضها حالا لحضراتكم. أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وقال إنه هيتم عقد الامتحانات وفقاً لنظام التطوير المعلن بدون أي تراجع، وقال كمان إنه هيتم سحب امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة وهيجرى تصحيحها إلكترونيا. ووضح أيضا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر في امتحانات الثانوية العامة أن يتم إضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقا لطبيعة كل مادة دراسية، مؤكدا أن المركز القومي للامتحانات مستمر في إعداد مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة. ومن المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر مارس المقبل، وبمجرد اعتماد جدول الامتحانات من الوزير هتصدر الوزارة بيانا رسميا للإعلان عن تفاصيله بشكل واضح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكمان من المقرر أنه يكون الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رئيساً لامتحانات الثانوية العامة، بينما سيكون خالد عبد الحكم نائباً لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومحسن عبد العزيز هيكون مسؤول التطوير التكنولوجي في الامتحانات. وفي إطار مساعدة الطلاب قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة نماذج استرشادية كاملة للامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام. ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخرا، سوف تقيس النماذج الاسترشادية للامتحانات نواتج تعلم حقيقية مثلها مثل الامتحان الحقيقي، ده بالنسبة للنماذج الاسترشادية. لكن كمان أعلنت الوزارة عن بعض القرارات الخاصة بالامتحان الفعلي واللي هتسهل كتير على أبنائنا الطلاب وكمان هتساعدهم، زي إنه هتتناسب الامتحانات مع الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة فيها، وهيتاح للطالب وقت للمراجعة. كمان هتتميز امتحانات الثانوية العامة بوضوح ورقة الأسئلة بعيدا عن أي غموض أو تعقيد. ومن المقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنسبة 100%، ويحصل كل طالب على حقه كاملا بدون أي ظلم. أعزائنا المشاهدين، دي كانت كل التفاصيل والقرارات الجديدة اللي تم اتخاذها بشأن امتحانات الثانوية العامة، وفي النهاية طبعا بنتمنى النجاح والتفوق لكل طلابنا. شكرا لحضراتكم، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا موقع صدى البلد. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.